السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ ان شاء الله طيبين. معاكم احمد ورجعت لكم بلعبة جديدة. بس قبل ما نبدأ، في مقطع نزلته همس انا، وللأسف ما ادري هو الوقت اللي نزلته فيه غلط، 5 العصر نزلته، وكانت مشاهداته الى الان، تخيلوا الحين الفجر انا قاعد اسجل المقطع هذا، ومشاهدات المقطع اللي امس من العصر الى الان 600 و700. العادة انها توصل اقل شيء يعني 1500 1600، فما ادري يمكن اغلبكم ما ناسب الوقت انه ما لحق على المقطع ولا شيء، فيا ليت اللي ما شاف المقطع يا شباب يرجع يشوفه. هو جد كملنا يعني حلقه المزارع المثابر، تذكرونها فايلنت هارتس، الحرب العظمى. فاللي يبغى يكمل السلسله واللي ما شاف السلسله اصلا يرجع يشوفها من جديد، ترى مره مسليه. فخلونا نبدا لعبه بورتال نايتس، لعبه جديده ما قد لعبتها صراحه، بس تشبه ماينكرافت. نضغط بلاي، نيو كاركتر، كرييت. طبعا بختار ميل ولا فيميل، اكيد ميل اللي هو ذكر او انثى. اوكي جانا هذا الخبل، وهنا يقول لي سيلكت اكلاس، يعني تبغاه بسيف يكون قوي، او تبغاه من اللي النوع اللي قاتل عن بعد، ولا تبغاه هذا اكيد انه سحر، ما سحر يعني ماجيك وكذا. خلونا على الشيء المعتاد، سيف اللي هو يعني سيف اللي هو الوارير مقاتل. طيب اوكي، ما يهم الشكل، ما يهم الشكل صح. اوكي نبدا وارير، اسمي وارير. لا يا اخي اعطونا اسم كذا نمسس شيء. اوكي هذا اسمنا، خلونا ندخل عالم اللعبه هذا. نمسس ليفل 1. طبعا هنا يقول لي وش تبغى مود اللعب، ادفانشر، مغامره، ماكسيمم ايلاند سايز، حجم الجزيره لارج ولا نورمال. بخليه لارج، مور اكسبلوريشن يعني استكشاف اكثر. انا احط كرييت. اوكي ليفل 1. اوه بسم الله، والله شكلها اوكي كبدايه. تاسك كومبليت، لوك اراوند. انا لفيت اصلا كذا لحالي من دون ما يقولون لي شيء. عندنا سهم يسار السيف، ايش اضرب بس ارتو. اوكي لحظه، الوان اروني بدل الاشياء دي زي نظام فورتنايت. ديرت بلوك، ايش اسوي فيه ذا؟ ارميه. ار1 وش تعال، سهم فوق استخدم، والله ما ادري ايش اسوي ذا. انا نمشي موف. اوكي تحركنا واعطانا، قاعد يلموني الحين. وش ذا؟ إيه. تعال 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 بس. انلوك كاميرا، وش اوه ايش في؟ ما يموت ذا؟ اوه لا، ايش السالفة يا شباب؟ ايش يمه قريب ذا مني كذا؟ اوه طلع لي شيء هنا، ووتر، اخذت لي موية ما ادري وش هو. يا اخي صايمين يا اخي، ما نبغى الاشياء هذي. اجين سويتش باك، وش؟ هذا الكام. طيب وش اكس يقفز؟ قفزنا. طيب تاسك كومبليت. يا اخي شو التدريب هذا يا شباب؟ اعطونا العميق بالله. اوف واحد سولف هنا، لحظة يقول لي افتح حقيبة تشوفها فوق على اليسار. اند موف من هيلث بوشن ستاك. اوكي هذه الهيل، حقة الهيل يقول. ايش تسوي فيها ذي؟ موف ولا ايش تسوي؟ اكشن بار. حطيتها تحت. كومبليت يقول لي. طيب كيف استخدمها؟ سهمين. اوكي اوكي. في ناس هنا، نشوف الشايب ذا اسمه روبرت. سلام يا طيب. يقول the house down near fell apart after the last storm، البيت تدمر كذا من اخر عاصفه. could you fix، ممكن تصلحها لي؟ اوكي تصلح. accept for moments I thought I was going to have to do. يقول كنت احسب ان انا بصلح كذا. طيب اوكي ايش تعطينا انت؟ والله ما ادري ايش تعطينا، بس خلنا كيف اصلح لك ذا. انا شوف ايش يقول لي، destroy the crates and collect loot satisfying. وين هذه؟ كسر هذه الاشياء. وش هذا التصليح يعني اللي يبغى يصلحه له؟ خلنا احط الكام كذا احسن صح. لحظه انلوك. وش ذا يا اخي؟ وش التحكم الغريب هذا؟ يوز. وش ذا؟ ابجريد تو اكس ورك بنش، والله ما ادري خلها بعدين، هذه علمونهم. اوه هذا وش اللي اخذناه؟ اكس بي. اوكي المعلومه انا ما قد لعبت ماينكرافت يا شباب، فما ادري يمكن هذه تشبهها. هذا الصندوق فتحته انا. ابجريد صلحه خليه ورك شوب. اوكي ذا يتكسر، وش اللي يتكسر هنا؟ طيب ولا هنا؟ ال2 تو لوك ان اير باي انمي وايل. اوكي بعدين هذا بنشوف لنا عدو قريب. يقول بليس 5 ريفاند وود بلوكس، هذه هي صح ريفاند. اي والله ريبيلدينج هنا يعني ولا وين؟ كيف؟ اوه وين راح ذا؟ يا اخي ايش فيه قريب مني ذا؟ الحبيب كيف اطلع من ذي؟ اوكي
اوكي وين قاعد ابني انا الحين؟ بنيت انا كذا خلصت؟ انا اضحك في الشارع. ريبير ذا بروكن ورك شوب باي كرافتنج اتس ابجريد. طيب يقول صلح هذه. يبغى كرافتنج ريكوايرد 4 اخشاب. طيب اجيب الاخشاب برا. والله معليش الشباب المفروض اتدرب انا شيء. بس خشيت قلت خليكم تشوفون الملحجه حقتي كيف العب انا. وين الخشب؟ اخذناه الحين. اوه اعطاني بذور واعطاني امبر ما ادري ايش الامبر هذه. واعطاني 5 اخشاب. شو اسمه خشب. اصبر انت اللي تسولف هناك دقيقه بالله. ابجريد اكس صلحناها. انت تشوفون فوق اليسار في عندي مهمات يعطوني اياها. طيب كويست كومبليتد صلحنا هذا. يوز وش بيسوينا؟ اجين اديشنال ريسيبس كرافتنج ريكوير ور. ايش بي ايش بيعطينا ذا؟ اطورها لمستوى 2 بس ايش استفيد انا من هذه؟ وين راح ال2؟ اوه والله مطولين اللعبه فيها تعمق صراحه. في خوذه وملابس هنا صنعها لي. اوكي 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 هذا شيء يبغى. وش ذا؟ كيف اعرف الاشياء اللي هنا؟ السيف حقي طيب كيف اصنع سيوف؟ هذا يبغى خشاب. ليه ممنوع؟ ما عندي خشاب. بس انا عندي سيف اصلا. ستون بيكاكس افكتلي ماينز ستون كول. هذا يقول لك يصلح حق انك تشيل هذه الفحم والحجاره وذا. يعني تلوث سريع. هذا وش هو؟ شاربن. حاد هذا ريستور 260 ديورابيلتي. حلوه هذه الارقام بالعربي وال اوكي ديورابيلتي فور اول ايتمز ان ذا اكشن بار. ما ادري اذا احس ما ادري بعدين يمكن احتاج الاشياء ذي. يا اخي ليه احنا نخش في العميق؟ خلينا نمشي حبه حبه. انت يا طيب صلحت لك اغراضك. سكوير كان يوز تو ناو اتس جاست ا فيو اوف اس. طيب وات دو يو وانت تو دو؟ كام الونج توك ليف. ايش كام الونج ذي؟ بيخاويني ذا يعني ولا انا ابغى ذا يبعد عني شوي بس. كيف اخليه يبعد عني؟ لا لا وش سوي؟ اوكي لاني كنت داخل صار قريب مني. طيب كرافت سكوير ساعات دواء. في مهمة يقول لي اصنع سكويرز بريست بليت هذا وركشوب. خلنا نروح شوف هنا. هي عليها نجمة الظاهر. ايوه هذه هي. ريكواير وش هو طيب اللي تحتاجونه؟ وورير هيلث 16. طيب وهذه اللفائف ذي مدري وش من انا اجيبها انا يا شباب. بزعة كذا شيء انفو. اي كوتون كلوث. اوكي ملابس قطنية من نجيبها ذي. طيب خلها شوي انا نسى يا اخي وخر ال اوكي هذه وش الاشياء؟ اقدر اخذها؟ سيدز بذور وما ادري ايش. وين الوحوش حقينكم؟ خلنا نشوف هذه. شو اسمها هذه؟ جانين. شو الكهلة ذي؟ If you see my husband إذا رأيت زوج يقول له ما ادري ايش. اوكي. This is a small cotton farm. في قطن هنا تقول. And used to produce cotton cloth. اي والله. You are welcome to help yourself as much as you need. الله يعطيك العافية والله ان ندور قطن حن. عشان ايوه. قطن خذنا قطن طيب. بس قطن كلوز كيف نصنع القطن كلوز؟ كيف نفتح هذه الحقيبة؟ هذه حقيبتي. فكرها في الوركشوب بس. مروان وين القطن؟ هذا القطن صح؟ كيف اصنع منك يا طيب؟ مع هذه؟ لحظة أروان شوف هذا شو يقول؟ هنا يبغى قطن. قطن كيف نصنع القطن يا شباب؟ والله ما أدري يا أخي. طيب أنت ما بدك تساعدينا شيء؟ إيش هذه؟ إيش الكهلة اللي تقعد تناقص كأنها ورع؟ هذا وشو؟ أوه وين راحت؟ الله يفتح لك الحمد لله راحت. اوكي في هنا تنين في الدراغون ذا يقول لي يضغط عليه ال2 لا لا السلام عليكم. الله الكاميرا اكس لحظه
while an enemy is locked press X and direction to void. آه كذا يبون يسوي. خلاص يا حبيب اطلع هنا. صد ترمى يا رجال. تعال تعال ما قاعد دمجني صح؟ والله ما ادري. اعطيه كذا 1 2. وش ذا؟ تعال انا متعود ان الجير اليمين هو اللي يسوي لك. ما ينكسر سيفي ذا الا والله لهيل له دمج. طيب التنين وين الاغراض اللي اعطاني اياها؟ وش هذا؟ اوه وش ابي ذا؟ وش؟ شين قاعد اهوش له يا ولد؟ لا لا يا اخي تحكم شوي. سطره يلا يلا بس يلا تعال. اوف 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 والله ما ادري ايش صار. اوكي اخذنا اشياء هنا واتر ما ادري ايش. خلاص وخر انت يا ما عاد ابي مشاكل انا. اوف واحد هنا حق المنجم. دقيقه بالله خلنا نهيل سهمين. كيف اصنع هيل طيب؟ تسطر بعدين يا اخي تورط. يا اخي ليتني اخذت الرينج اللي بالاسهم كذا من بيت البو. السلام عليكم يا طيب. وان تو بي ماينر يقول تبغى تكون عامل منجم. اوكي اي ليش لا نقبل. فيرست ثينجز يو جوت تو ميك يور سيلف ستومبكس. يقول اصنع اول شيء لك اكس حق بيك اكس حق حجري بالحجر يعني. اوكي فور ذات يو ويل نيد تو هارفست سم وود فروم تريز اند سم ستون. يقول تحتاج انك تستخرج خشب وحجاره. After that it's easy just walk away and anything like to get yourself a block stone or okay that's what I think. يقول هذا كل اللي تعلمته. ايش فيك تنكبنا انت يا حبيب؟ افتح الشنطه هنا شوف. يقول يبغون مربعات مربعات حجاره يعني. شوف ستون بلوك وود لوكس. طيب اربع حجار واربع اربع حجار واربع هذه خشب. خشب من هنا كسر. انا ما ادري قاعد اكسر خشب ولا قاعد اكسر. اوكي عطنا شوف كم هذه ثلاثة كان يبغى اثنين بس. اوكي حجارة وين حجارة؟ هذا حجر هنا شباب. بالله وخر انت لا تحرش اصبر شوي. والله السيف حقي ايش فيك يا طيب؟ لا لا ايش ابي ذا؟ كان في واحد قال لي نونو. من النونو يا ورع؟ يلا هناك. اوه وش اعطاني؟ رد باريس. والله ما ادري شو ذا بس شكله فاكهة ولا شيء. شو ما ينكسر ذا؟ ستون ذا صح؟ وينه؟ وش السالفة يا شباب؟ أخذت الظاهر صح؟ لكن عندي أصلا من أول، خليني أشوف. لا باقي والله ما أخذته. وين الشنطة حقتي؟ ما في، وين الستون؟ ممكن تعلم، لا يكون تحت عندك في المنجم. علمنا يا أخي، شو الورع هذي؟ هنا. شكل هذا تصدقون. عطني بالله شوف. إي هذا هو ذو. يبي اربع. طيب احنا عندنا الحين ثنتين. اوكي هذا الرابع صنعنا. وينه؟ ار 1 كرافت. اوكي بيك مي مربع خلاص اخذته. وينه؟ او خلينا ننزله هناك الاخير. ضغط علي اكس ولا كيف؟ اي ما ادري الظاهر اكس ما ادري. سهمين حلو. طيب يا الحبيب صنعنا اللي تبغاه. I would help you mine but I'm on strike. طيب يقول تحت خطر الوضع كذا. What do you want؟ وش ايش اكلم ايش ابي؟ توك؟ اوكي يقول انت انزل الحركة. Collect two blue portal stone shards. يقول انزل تحت وجمع ثنتين من البورتال شاردز. طيب يقول ترى خطر الوضع تحت. انا صراحة ما يهمني شيء يعني. ايش ذا؟ اوه شو الفلوس دي؟ اما اعطوني اربع حجارة. طيب وكيف انزل انا؟ راح كسرنا ذي تورش ايش نبي فيها؟ وين حصل؟ بورتال ستون اوكي حصلنا واحدة بس هنا يبغاني اسوي مايننج. اوكي اوكي ديرت. شو الديرت ذا؟ ديرت غبار الظاهر ما ادري او صاخة او شيء ما ادري. بس يبي فيه بالله من يجمع صاخة. وين هذه الشارت؟ كيف اجلس؟ انا ابغى اعرف كيف اجلس. غير لا غير هذا يا اخي طفش امي ياكل شيء غلط. هذا اكس بي ما في شيء هنا مهم. نشوف هنا كويس ان معي هذا. هذا يكسر بسرعة الظاهر. اوه قد معلق ما يحتاج اضغط ار2. انا مسكين اضغط.
وين البورتل شارتس شباب؟ ما يصير والله، تعبت انا اكسر. اخيرا لقيتها، والله كنت ايأس صراحه. شوف ايش كسرت يا رجل، كل الجيران هذه اكسر اللي ساعه هنا. اوكي لقينا ثنتين بلو بورتل شارتس. شوف يا طيب، كرافت اسكوير بريست بليت هذا. اه اوكي، باقي لنا حق القطن ذاك اللي قالنا يا الحبيب. لقيتها اللي تبيها، اف تولد يو وات ايفرثينج اراوند. اوكي ايش في زعلان ذا؟ كم الونج كم الونج، تعال معنا. قلت له ما ادري وين بيروح صراحه، بس خله تكسر حقي ذا البيكاكس. طيب شبي ذا اخرخ، ما ادري هذا قوي الاكس والله شكله مو بقوي. عطني السيف بس، اهم شيء لا اموت انا. بس واتر، اعطاني واتر. شو تسوي الواتر؟ والله ما ادري هذا وشو. كسر البري. اوه اوبن، تعال. كسرت الميل بوكس. اشوف الاشجار هذه ناخذ، عشان ما ادري احس البيكاكس حقي بينكسر. احتياط احتياط، خليها على جنب هنا. اوكي خلنا نشوف هذا. طيب انا ما ادري هذا منه فايده ولا لا. كيف اصنع هذه؟ ممكن تصنع لي؟ وينها؟ يا اخي من وين اجيب لك ذي؟ كوتون كلوث. طيب عرفنا انه كوتون كلوث، بس كيف نفتح ال كوتون كلوث؟ وين القطن حقنا؟ حتى مور اكشن تراش؟ لا اوكي خلنا نشوف هذا شو يقول. اي هو هذا اللي طيب خلنا ندور، انا ما ادري صراحه كيف اصنع. بالله علموني يا شباب كيف اصنع هذه، اللي يعرف اللعبه يعني ولا شيء، ولا عنده خبره ولا ممكن فكره ولا شيء، يعلمني. لانه بخليها هذه بعدين، بروح في واحد هنا. وش ذا؟ اخذنا قطن حلو ولا لا؟ عطنا عطنا قطن احتياطي يا رجال، ما تدري ايش يصير قدام. اوه لا لا، هذا القير بالغلط والله. تعال وش هذا الاشياء اللي اخذتها؟ اوكي كوتن كوتن ريفايت بوكس. اوكي شوف انه واحد هنا ولا هنا. وش ذا مكان؟ اوه ما طحت انا. اوكي انا ما ادري في شيء يركض ولا لا. اوف واحد هنا يتكلم. هلا والله سلام، كيف الحال؟ I wouldn't go down the tower basement if I were you. اوه يقول رعب لا تنزل تحت. ليه؟ Not even for the treasure that's down there. اوه يقول حتى ليس من اجل ال شو اسمه الكنز اللي تحت. طيب اوبس مي اند ماي بيج ماوث. يقول اوه يا لا فمي الكبير، يعني يتكلم واحد جاب لي علمني على الكنز، يعني يفكرني ما ادري. اوكي will you help me؟ يس ساعدك ليش لا. ار يو ناتس؟ ام ان تشارج اوف ذا تاور اند ايفن اي وونت. يقول مريض انت، يعني انا مسؤول عن البرج ولا راح انزل تحت اصلا، بس انا بنزل طبعا، يعني تعرفون انا احب المغامرات كذا. بسم الله وش اللي تحت؟ طيب ما علمتني يا ورع. يلا خلنا نشوف، خلني احط فيرست بيرسون. وش ذا؟ اوكي الشعلات. تريجر يقول في تريجر تحت، خلنا نشوف وش هو. اكسبلور ذا داون جيون اند سيرش فور ذا تريجر. هذه المهمه اللي جتنا. بسم الله. اوه السلام عليكم. وش ذا؟ كيف تموت انت يا طيب؟ تموت على طول ولا شوف؟ احا اوه مديني اسوي له كذا ايفيد. اذا جاي اضرب انحش انحش انحش. ايش الهطف ذا يا ابوي؟ ما يخوف بس كذا. وين التريجر طيب؟ بسم الله وين التريجر يا ورع؟ اوه في باب ثاني. طيب بس اوه هذا التريجر. كوست كومبليت نايس. تعال تعال عطنا بالله الجائزه حقتك. اوه ماينر هيلينج بوشن اربع، اعطاني واعطاني 40 فلوس. اوبن ذا انفنتوري وذ اوكي، روح للماب وذ ار 1 اوكي يوز. ايش يقول هذا؟ هذه الخريطه، هذا الكنز يعني اللي هنا. اضغط ايش اضغط؟ ريتيرن تو ذا لاندنج باد. اضغط ملف. اه اوكي خلصت المهمه الظاهر. هذا اللاندنج ذا باد، المكان اللي جيت فيه من اول. بس ايش الفله يعني؟ اني اكتشفت مكان الكنز. كيف حدده طيب؟ ارتو شيء مو مشكله، اهم شيء عرفنا احنا في كنز. هذه ما زلت ما اقدر اصنعها.
خلونا نوقف هنا يا شباب، اتمنى عجبكم المقطع. اذا تبغوني اكمل في اللعبه كملوني، صراحه عجبتني وودي استكشف العالم هذا، اشوف وش القصه وش السالفه، لان واضح ان في اشياء كثير نقدر نستكشفها. لا تنسوا اللايك والاشتراك يا شباب، برضو لا تنسوا المقطع اللي قلت لكم عنه اللي نزلته قبل هذا، شوفوه وتعالوا شوفوا هذا او انشروه لاخوياكم حتى لو شفت المقطع. عموما طبطوني يا شباب ما يصير يعني. كان معكم احمد، اتمنى عجبكم المقطع، تنسوا اللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.